لنعمل فتة الشيش طاووق المدخن نحن بحاجة لنص كيلو من صدور الدجاج، كمان بدنا نص كوب زبادي، نص معلقة صغيرة من الكركم، معلقة كبيرة من الزبادي، متأسفة معلقة كبيرة من الكاري، نص حبتين من الثوم، ومعلقة كبيرة من الليمون، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة زيت، معلقة صغيرة بابريكا، وقطعة فحم وملح وفلفل. للرز بدنا كوبين من الرز البسمتي، 3 معالق كبيرة زيت، معلقة صغيرة كركم، عود قرفة، حبتين من نجمة اليانسون، وتنين من ورق اللورا أو اللي هو بسموه ورق الغار، وخلطة اللبن الزبادي بدنا لإلها 4 أكواب من لبن الزبادي، حبتين من الثوم، 4 معالق كبيرة من الليمون، وخبز مقلي، فلفل أحمر وأخضر حر للوجه. هنحط القرفة والورق الغار ونجمة اليانسون، سموها ستار أنيس كمان. بالضبط، بس شوية كده تقليبة بسيطة بسيطة بسيطة. أيوة. وبعدين عندنا هنا الرز البسمتي. الرز البسمتي أنا غسلته ونقعته. قديه نقعتي؟ يعني هو أقل حاجة نص ساعة خلاص، بس كده دول بخليهم سنة كده، وبعدين بيطلعوا ريحة حلوة. بيطلعوا ريحة حلوة. بعدين هنحط بقى الرز. أوبا، بحب المقلى هيك بتكون صوصها حلو. يا سلام. يبقى خلينا تاني نقول هنا حطينا ايه، زيت، حطينا قرفة، ورق غار، ونجمة ينسون، كركم. دلوقتي قرلنا بس المكونات بتاعت التتبيلة. طيب التتبيلة هي عبارة عن لبن زبادي، نص كوب لبن زبادي، نص معلقة صغيرة كركم، بدنا معلقة كبيرة من الكاري. هاي حطيتي الزبادي، حطي لنا الكركم. ادي الكركم. يلا، يا دي الكركم، وادي الملح، وهي الملح. بدنا كمان 2 توم، بابريكا، فلفل. حطيتي كاري؟ هحطه حالا، فلفل وكاري، وهحط الثوم والخل. والخل الخل والزيت. تمام. وزيت نباتي طبعا اهو، وادي الخل. خلاص هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، وهحط فيه قطع الدجاج عشان تتبل، وهدخلها الفرن على درجه حراره 220 لغايه ما تستوي. طبعا بنقدر نشويه بره كمان على الفرن، طبعا بصير على الغاز. بس على فكره هاي الخلطه بتجنن، بتخيل انه كل شيء حطاه له نكهات كتير قوي، فبتعطي طعم زاكي للشيش طاووق. بالظبط. طيب انا هجيب الدجاج اللي عندنا استوى. الدجاجات هاي هم. يا سلام على الروايح. ايه لذيذه صح. بصي هناخد دلوقتي الطبق نبطنه بالورق القصدير، نجيب الفحم، ناخد نقطه زيت كده. ايوه، شوفوا شو راح يصير هلا. اوب، هذا هو، هاي الطعم. يلا اوعي تتلسع. بس اوف، ما احلى الريحه. زي المشاوي بيصير الموضوع. بالظبط. بصي هنعمل دلوقتي اوعي تتلسعي. هناخد هنعمل الدريسنج اللي هنحطه، او البدوه يعني. هنحط اللبن. اوكي. وهنحط، عايزين نحط طحينة بنحط، مش عايزين نحط طحينة مش هنحط. يعني في ناس بيحبوا الطحينة وفي ناس ما بيحبوهاش، يعني اختياري هي. يعني المهم نحط لبن وليمون وملح وثوم. اوكي، ادي الملح، هو ده صح. ملح. يا سلام. ادي الثوم. ثومة، هاي الاساس لكثير من الفتات على فكره. طبعا المكدوس وكثير كثير المكدوس طبعا، يعني كل الفتات اغلبها خلينا نحكي ممكن نحط عليها هذه البدوه. بالضبط، شكلها لا تقاوم الفتات. والله بصي بسيطه خالص، بس طعم الفحم بيديها نكهه حلوه، والبدوه كده اللبن المظبوط مع الثوم مع الليمون، يعني بيدي طعم لطيف جدا. هناخد شويه من اللبن اللي عندنا نحطه على الخبز. نحطه على الخبز كده. طبعا عايزين تزودوا اكتر من كده زودوا من طبعا دي على التقديم. يعني ما ينفعش نعملها ونركنها. ايوه، بس كتير على فكره ريحه المطبخ بتشهي صارت مع نكهات الرز والمشاوي والاشياء الزاكي. لا اليوم بدعتي غدغوده. ربنا يخليكي. بس كده، وهرجع تاني احط انا على الوش شويه كده خطوط. طبعا.